في خبر معانا وفي إطار خطة تطوير مشروعات النقل والمواصلات اللي الدولة بتنفذها حالياً. بدأت وزارة النقل من عدة شهور في أعمال تنفيذ وإنشاء بقى محطة بشتيل للسكة الحديد. محطة بشتيل للسكة الحديد، طب مالها بقى؟ دي هتكون مخصصة بشكل رئيسي لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد، وهتكون هي بقى المحطة دي، محطة بشتيل دي هتكون بديلة لمحطة رمسيس. الخبر ده مهم جدا لإخواتنا في الصعيد. المحطة دي أو اللي يعني بيروحوا الصعيد كتير. المحطة دي هتتكلف بشكل كده إجمالي 350 مليون جنيه. هيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة سكك أو سكة حديد بشتيل الجديدة خلال كام سنة؟ 5 سنين. طبعاً ده في ظل إمكانية الاستعانة بالشركات الألمانية في التصميمات، ومحطة بشتيل بتضم محطة رئيسية وورشة كاملة للجرارات والعربات وحوش محطة بيسع لطبعاً 5 سكك ومحطة قطارات بنتكلم إنها هتستمر يعني في رحلاتها من القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى طبعاً لورش القطارات اللي احنا بنتكلم فيها وصيانة شاملة وكنواة مركزية جديدة لمنظومة النقل العام في مصر. وده طبعاً عشان نخلي بالنا إن محطة رمسيس إن يكون يعني في محطة أساسية هي اللي بيتركز عليها كل المحافظات في مصر، ده طبعاً بيسبب يعني تكدس وزحمة كبيرة جداً. فإن احنا نتكلم في نقطة تانية بديلة، أكيد أكيد احنا هنشوف التغيير أخباره إيه، وهنشوف فعلا ان في الزحمه قلت وهيبقى مفيش الاخطاء او مفيش مثلا احنا بنتكلم في اعباء كتيره او ممكن نكون في سلوكيات ما بيننا بسبب الزحمه، ده طبعا هياثر كتير جدا جدا. فده كان خبر مهم قوي لاخواتنا اللي بيتنقلوا بالقطار والسكه الحديد ما بين الصعيد وما بين العاصمه يعني القاهره.